شمروخ تعال. امرك يا باشا. شايف الراجل اللي قاعد هناك ده ابو دقن؟ ازيك يا ابو نسب؟ اخويا رحيم انت خرجت امتى؟ يعني ما انتش عارف؟ انا اعرف منين اخويا؟ اعرف منين؟ انتوا ايه اللي عملتوه ده؟ عملتوا ايه يا زباله الرجاله؟ انتوا كنتوا ماسكين رحيم ليه؟ انتوا مش عارفين مين ده؟ كركات ده صاحب المكان وقمر الزمان. الله ليك شوق يا رحيم. لا رسول الله احنا لازم نذبح النهارده. ما تقلقش، من ناحية هنذبح فاحنا هنذبح. ده انا فاكر المشروع ده بيتعمل مع واحد سكران ولا حد معرفوش. مجاش في خيالي ابدا انك انت. معلش يا رحيم، مسحف دقني، العد جديدة وما تعرفكش. لو ما احنا تعرفنا تحت. انت هتقولي على قديمه. يلا برا، يلا يا اخويا، وانا حسابي معاكم عسير. والله ليك وحشة، وحشة كبيرة يا رحيم. بتعمل ايه يا رحيم؟ لا بس بقفل الباب عشان نتكلم مع بعض على راحتنا. اقسم لك بالله، والله يا رحيم انا ما في مره صليت العشاء الا ما دعيت لك ان ربنا يفك دقتك. صليت العشاء؟ انت بقيت بتصلي دلوقتي يا عرب؟ هنعمل ايه بقى، كبرنا وبخطف العشاء كده قبل ما اروح المركب. نورت مكانك ومطرحك يا غالي. اتفضل يا عم رحيم، اتفضل يا باشا. لا ما تاخذنيش، بس الوعد ده انا حسب ما اتعود اخويا. انا مرزوق هنا ليل نهار، لكن خلاص رجعت مكانك ومطرحك. اتفضل يا اخويا، اتفضل يا رحيم، اتفضل يا باشا. يمسك. يا جدع في ايه؟ يا جرع. كم دول؟ دول ميايا. حلوين. مش مقامك.
انا وصلني كل اللي حصل وانا في السجن. اهو ده بقى اللي كان قلقني. ما تسمعش من حد غير رحيم، انت ما تعرفش ايه اللي حصل. خلي بالك اخويا، في ناس كتير قوي عايزين يضربوا مفك ما بيني وما بينك. وانت قلقان ليه؟ ده انا وصلني كل خير. لا رحيم، انت ما تعرفش اللي حصل يا رحيم. اخوك بهدلني يا اخويا، بهدلني قوي. حتى اسال اختك، هروح بعيد ليه؟ يلا على البيت تشوف اختك وتشوف العيال وتحكي لك بنفسها. يلا قوم يا عم، يلا قوم. ياه، للدرجة دي مش طايق تشوفني قاعد على كرسية؟ ايه اللي بتقولها رحيم؟ ايه يا عم الكلام ده؟ ده انا بقول لك اختك مشتاقه لك. انت مش عارف رحاب حصل لها ايه من ساعة ما مشيت. والله دمعتها على خدها لغاية دلوقتي. طب قسما بالله، ده راحت عجل الاسبوع اللي فات على روحك، قصدي على حسك. على حسك الغالي يا ابن الغليل. ياه، ولا لك شو يا رحيم. اللي بالحق، الخزنة دي فيها ايه؟ الخزنة دي فيها فيه. يا رحيم بضحك معاك يا جدع، وحشني الضحك معاك من زمان. بصراحة كده الخزنة دي ما فيهاش حاجة، انت خدت كل اللي فيها، دي عالجنط. بقولك يا ابو السيد، اوامر. لغاية ما تصفي حساب السبع سنين اللي فاتوا كنت عايز منك قرشين كده. كام؟ انت تؤمر. 2 مليون. كام؟ لا لا لا، انا معيش فلوس دي، الفكه والفته كلها في السوق. لا بس بسيطه بسيطه، انت تؤمر اللي انت عايزه. المال مالك اخويا، بس يعني سيبني 8 9 10 ايام كده، 5 4 3 ايام. تمام. ده انت ليك شو يا رحيم. تاليا بابا، خضتني. اصل ما كنتش عايز حد يشوفني، عشان كده استنيتك هنا. عايز ايه؟ انا كنت جاي اطمن عليك واطمن على امك و... وتطلب فلوس غصب عنها. يا بنتي، اخر مشروع دخلت فيه خسرت كل فلوسي واتديانه. بابا بلاش الكلام ده معايا، انا عارفه كويس قوي بتعمل ايه بالفلوس دي. أنا بتضايق قوي لما بشوفك، عشان مش عايزة أشوفك كده. بابا لو سمحت تعالج وسيبك من الزبالة اللي أنت عايش معاها دي، وأنا هقنع ماما، أنا هقول لها نرجع زي الأول. بس ما تكسفنيش زي المرة اللي فاتت. حاضر. مش معايا غير دول. نورت بيتك ومطرحك يا اخويا. ما كنتش مصدق انك انت هتجيبني بنفسك لحد هنا. ليه بتقول كده كبير؟ ده حتى القصر قصرك رحيم. ولما انت عارف كده خرجت اهلي منه ليه؟ انا قلت لك رحيم، انت في حاجات كتير ما تعرفهاش. يرضيك يعني؟ يرضيك اخوك يمد ايده عليا قدام عيالي ومراتي؟ يرضيك يا رحيم؟ طب وليه خليت رحاب تنقل القصر باسمك؟ هي اغتربت اخويا، حتى سألها. احنا خوفنا يعني بعد ما تقبض عليك يحجزوا على ممتلكات عيلتك كمان. بتشوف امينه؟ امينه؟ امينه ما شفتهاش ليا سنين، من ساعة ما اتجوزت اخويا ما اعرفش عنها اي حاجه. نورت رحيم.
اتفضل يا كبير مكانك ومطرحك. ارحام. ايوه يا سيد. في ايه؟ تعالي شوفي مين عندنا النهارده. مين يا اخوي؟ رحيم، وحشتني، وحشتني قوي يا اخويا، وحشتني. ازيك يا رحيم؟ تأخرتي كده ليه يا روحي؟ شغل. ولا يهم. ايه رايك في العشاء؟ حضرتهولك بنفسي. تعالى حبيبي عايزك في موضوع مهم. خير؟ اتفضلي يا روح. مالك في ايه؟ انا عايزه اتطلق. ايه؟ زي ما سمعت كده بالظبط. ايه رايك في الهديه اللي انا جايبها دي؟ حلو. نتعشى وتطلقني. منور يا اخويا، منور يا رحيم. ايه هو انتوا نسيتوا خالكوا ولا ايه؟ كنت خايف ما اشوفكش تاني. فاكر الحضن بتاع زمان ولا نسيته؟ اقعد. ودي بقى رؤية اخر عنقود. ما شفتهاش انت لما اتولدت؟ كنت في ال قول. ما تتكسفش. لما كنت في السجن انت مش حاكي لهم ولا ايه؟ ده سيد يعرف كتير قوي عنه، مش كده ولا ايه يا عرب؟ طب يلا على اوضكم بقى يا بنات، عشان انتوا عندكم مدارس بكره. يلا يلا على اوضكم بسرعه. يلا يلا زياد، اتكل على الله. هقعد مع خاله شويه وبعد كده هطلع. يا عم اطلع، عايزين نتكلم مع خالك في كلمتين مهمين. ماشي، بس عشان ما نتخانقش. هو انت بتقفش كتير انت وسيد ولا ايه يا زياد؟ لا يا خاله ابدا، ما تشغلش بالك، لينا قاعده مع بعض. الحمد لله على السلامة يا رحيم. الحمد لله على السلامة يا أخويا. الدنيا كانت وحشة قوي من غيرك والله. الدنيا تظبط معايا كده وهباخد منك زياد. كلام إيه ده اللي أنت بتقوله؟ زياد عمره ما هيفارقني، ده ابني. وبعدين ده مش كلام أنا لوحدي. أنا عمري ما فكرت إنه ابن أختك عزة. ويعلم الله أنا بحبه قد إيه يا رحيم. أنا بقولها لك تاني يا رحيم أهو، محدش هياخد مني الواد. زياد ده ابني أنا، مش ابن أختي. الله يرحمه. صلوا على النبي يا جماعة. قوم يا رحاب حضري العشاء. الصلاة والسلام. تحب تاكل ايه يا حبيبي؟ لا ما انا اكلت قبل ما رجالة جوزك يهجموا عليا. يا لهوي، رجالة ايه دول اللي هجموا عليه؟ لا ده سوء تفاهم وخلص في الطلاق طلاقته. اصل رحيم غايب يعني، وفي حاجة كتير قوي ما اعرفهاش. انا وصلني كل حاجة. يبقى هشام وحلم هما اللي حكولك. لا ما اسمعش من حتة واحدة رحيم، لازم تسمع مني انا كمان. ولا يا رحاب؟ السيد عنده حق، في حاجات كتيرة أوي أنت ما تعرفهاش يا رحيم. آه هشام زعل سيد جامد، عمل حاجات ما ينفعش أبدا تتعمل، ولولا يعني إن سيد عامل لك خاطر ما كانش سكت أبدا. يرضيك يعني هشام يضرب سيد قدام عياله؟ يرضيك يرضيك؟ ما بلاش السير الهبات ده يا رحاب. رحيم خلاص بقى في وسطينا. هو أنت آخر مرة شفت فيها أخوك هشام كان إمتى؟ من ساعة الخناقة يعني، من مدة كبيرة كده، تقريبا أكتر من سنة مثلا. طب أخوكي متخانق مع جوزك ما تسأليش عليه؟ طب بلاش، هو أبوكي ذنبه إيه؟ ما أنا بقول لك يا رحيم في حاجات كتيرة أوي أنت ما تعرفهاش والله. وبعدين أبوك خد صف هشام، هو اللي سابني ومشي بمزاجه. أه والله هشام أخوكي مخطوف،
محدش يعرف عنه حاجه بقاله فتره. يا لهوي، ومين اللي خاطفه؟ ما انا جايلك علشان اعرف منك اي حاجه تساعدني الاقيه. انا ما اعرفش عنه اي حاجه، بس احنا ممكن نوصل له عن طريق مراته. مراته؟ هو هشام متجوز؟ مش مراته قوي يعني، انت عارف عمايل اخوك جات للمركب وطلبت فلوس واديتها اللي فيه الاسم، ومن ساعتها وش الضيف ما شفتش خلقتها. طب وما تعرفوش الاقيها فين دي؟ انا معايا نمرتها يا اخويا. وجبتيها منين؟ هشام كلمني من نمرتها مره فسجلتها احتياطي. اه هقوم اجيبها لك.